hata tungukikoma huwezi kujitetea. Siku ya kutoka kwako na watu wakulilia. Wende ukalazwe nte na sanda kukutatia. Allah mama gosi
mimi silamu kwa dini yangu kabia. فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزهره الضلالا صلى الله. وهو من فاطر ما علمته قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله الجلال صلى الله عليه. منه في عالم الظهور في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا على سيدنا ونبينا محمد رسول الله من جاءنا بالرسالة
وسلم طول غزاعنا. يا ربي صلي على تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإيمان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا
عن العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية، وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عثر الأكوان بنشر ذكراه حسين.
We'll be right back.